وصحبه أجمعين. لليك دانوي كتابي الأصول الثلاثة أصلي كم من باسكرت كناسيني بروردقارة أصلي دوام من باسكر كناسيني ديني إسلام ببلغ كانيو دين سر أصلي سهم كناسيني بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام ناسيني بيغمبر إخوة محمد عليه الصلاة والسلام. پیغمبر اخوان محمد علیه الصلاة والسلام ناوی محمدی کری عبدالله کری عبدالمطلبی کری هاشم و هاشم لهوزی قریش و قریشش لعرب و عربش لزریتی اسماعیل کری ابراهیم خلیل علیه و علی نبینا افضل الصلاة والسلام و تم محمد صلی الله علیه و سلم ناوی پیغمبر اخوان و دیارترین و آشکراترین ناوی پیغمبر اخوان محمد علیه الصلاة والسلام و لهمان کتاب پیغمبر اخوان کمال کیتر ناویه و کو احمد کل قرآن پیروز هات و کو حاشر وعاقب ونبي الرحمة ونبي الملحمة كلف المذكان هاتوا في غنبر صلى الله عليه وسلم لقرآن بيروزا ناوي محمد زيات الخواي بروردقار مي بكار هي ناوى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم باوكي هيجي كيقل إيه ونيا بلكو في غنبري خواي وكوتها مني في غنبرانا وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر کو پیغمبرانی ک پیشتر هاتون و جیاوازی کی نی لگل پیغمبرانی تر واتا لو رو و ک ایش پیغمبر و ک اوان بل مقام و پلو پای لوان برسرا اگر روز ل روزان وفات بکا یا ل دنیا در بچی یان بو کو جری و شهید بل پینای خو پروردگار ای و ز دین خو تا نه نن طبعا نخر او کات یک بو ک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ل گل صحابه کانی ل روزی احد توشی نارحتیو توشي إيش وآزاربون. محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم دي سان قايب الرقارة فرمية محمد رسول إخوايا صلى الله عليه وسلم كواتا تماشاكين لأمس آياتا قايب الرقار ناوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بمحمد هناو ولآيات كترى من بعد اسمه أحمد كمجدي عيسى بيغمبر بو ملتك وقومك إخوي بأحمد ناوي هناو ولا فرمودا كانش او غوتمان او ناواني تري هاتوا كواتا اشكراي محمد كوري عبد الله كوري عبد المطلب لهوزي يا لبن مالي هاشم وهاشمج لقريش وقريشش لعرب طبعا عرب دوبشن عربي عاربه معني عربي مستعربه معني عربي عاربه يعني عربي اصلي اويك هلا بوبا بيرو بعربات وتخواروا بس عربي مستعرب اوانا كبونة عرب. پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهوزي قريش وقريش جيتك لهوزي غوراني ك بوت عرب يعني شي بوت عرب يعني لأصل أمانة قرينا و بوسر نوو شي إسماعيل كر إبراهيم وإسماعيل كر إبراهيم صلاة وسلام صلاة وسلام إخوان لسربية معلومة كعربنين نقاورة نجولك هي عربة لم إلا تكون كان لعراق جياوة خو أخوي أزاني شملتيك كزناتو أنا يقينا بلا شملتيك غير إخوان بردقار كزناي زاني هركس يقصبك لخوي وقصاك على جرفاني خوي خصاك وإلا كزناز أنا إبراهيم خليل لا قوم ملتيك بل العراق جيا وملتك وأنا كان العراق بلا مش زمان يقبو خوا خويا زاني شكو إما علما فيني وإنسان يشتك علمي فيني بقصيتي أنا كباش بلا من حديث بخاري هاتو كبي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي كاتك إسماعيل لقل دايك يا إبراهيم خليل لما كب جي هشتن هو زعربي كان هاتن بشوار دوري أنا أو أبو صلح يعني كركبيك ودابنيشن بلا ما كان لي دايرنا كان هتا إسماعيل قوربو وتعلم منهم العربية إسماعيل لوان فيري عربي بو كواتا بلقي لسرو إسماعيل عرب نبوة قمان لمنية كعرب نبوة فيري عربي بو كواتا إسماعيل باشان قوربو جني لو قومه هناك قومي عربة إيه لنا أو قومة توايوة زمان عربي فيربو من على كاني بعربي قصيانا كردوبون بعرب كواتبو يبيان أو تري عربي مستعرب واتبونة عرب. المهم بيغمبر خمان محمد صلى الله عليه وسلم لنو وشي إسماعيل وإسماعيل يشكر إبراهيم خليل صلاة وسلام إخوان لسربي وأمانة بيان أو تري عربي مستعرب بلا عربا بلا عربي مستعربا وله من العمر 63 سنة. أما التعريف كي كرتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناوي تشيا لا چنو و چیک و زانیما ولا پاشان چن جیاوا افرمی 63 سال پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام لارزا جیاوا منها 40 قبل النبوه لم 63 سال 40 سالی پیش پیغمبراتیه و 23 نبیا و رسولا 23 سالی شی دوای پیغمبراتیه صلاه و سلام اخوای لسربه نبئ باقرا
پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوب نبی بوب پیغمبر بهات نخواروی آیات اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كاتك كم ايات بو پیغمبر هات اخوار وكسورتي اقرايا بم اياتنا پیغمبر اخوا محمد صلى الله عليه وسلم بو النبي طبعا لزماني كردي خو انا هلين پیغمبر بس ده عربية فرق بين النبي والرسول هر دو كان بزماني خوان بيلين پیغمبر بس زماني عربية جاوازة رسول كان مقام يعني برستره حتى وكو نبي كان رسول كان مقام يعني برستره حتى وكو نبي كان پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بوبا نبي طبعا همو پیغمبر اقل بداياته بيت النبي پاشنا بيت الرسول پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوبا نبي بوشي چي بوشي اقرأ باسم ربك الذي خلق قاتل غار حرابو جبرائيل هاد بولاي وقشي بخوي وفرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ اقرأ چنجار دوباري كدو سيجار پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام يفرمو چي ما انا بقارئ من خوين دوار نيم من خوين دوار نيم من خوين دوار نيم حتى أقول أخيرا جبرائيل قال يا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بخوين بناوي أو پروردگاريك خاوني همو مخلوقات أو پروردگاريك تنيا خالقة أو پروردگاريك إنسان كان دروس كردوا لعلق علق بريتيا لمرحلة دوهم إنسان مرحلة كم إنسان بريتيا ل أو قطرة تويك كوأبيتا ولا سكي دايكا لرحم دايكا و لپاشان چل روژو خوی مایوا لدوای چل روژی یکم ابیتا قطره خوین یعن پرچه خوینی میو بستو چل روژی تر و امینیت و هشتار روژ لپاشان چل روژی تر لدوای او او پرچه خوینا ابیتا پرچه گوشت کواتا سی چلی اکاتا سو بیس روژ حتا او کسات و بیس روژ او مرحله نتی پره کواتا مرحله علاقه بریتی لمرحله دو همی دروز بوری انسان کاتی اگم ایتانا هاتو تخوار کباز ل فربون علمك باز دروزبوني انسانك يعني انسان هل اصلا هيج علم اغايك الى مساله دروزبوني بشر وخلقاندني بشر نبوه اي بشر لشي دروز تبي لشي دروز نابي شلون بشر خلق انسان هل اصلا باغاب ولم وضعه هل هيج نزانيوا بلا بايبر قال ام علمي بانسان بخشي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم بخوينا بناوي او پروردگاريك خاوني سخا وبخششي زوره الذي علم بالقلم او پروردگاريك بهوي قلم و علمي فيري خلق او پروردگاريك نشاني انساني داك بقلم بنوسه علم فيربي وبنوسه وعلم كاني تقيد كابوي لبيري نشيتوا علم الانسان ما لم يعلم او فيري انسان كردو كانسان علمي بين ابو ام اتانا كهات نخوار يكسر محمد صلى الله عليه وسلم بوبا نبي بوبا نبي وارسل بي المدثر فاشان بهات نخواروي آيتي يا صورتي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر بوبا الرسول واتم قامي برزبويا ولا نبي بوبا رسول أو جادين أنسى شرح آيات كان طبعا بداية في غمان صلى الله عليه وسلم لدواء وصورتي قرأي بهات نخواروا ما ويك وحي بتراح شنك وحي قرصة وفي غمان إخوايا كم جاريتي كصورتي قرأي بهات نخواروا اللرزي لينجد هاتو بو مالو بدايكي من داراني فرمو زميلوني زميلوني دام پوشن دام پوشن كواتا تمان شاكين وحي نار حد ولا سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر بويا ماويك وحي وستا لدواي ماويك پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم مشتاق بو جاري كتر وحي ببستيتوا جاري كتر او ملائكة ببينيك وحي بو ناردوا بويا چو بو سر كوي شاخي بويا چو بو سر اشكوتي حراء واليو هر تمان شاك اسماني كردو بو خوي چاوريبو او نيزاني دنگك هات سيدي او لايكر سيدي او لايكر هيج ديار نبو سيدي اسماني كتمان شاكا جبرائيل لصورتي خوي حقيقي شصد بالي هي بيني ارزو اسماني قلتو انت كوري كبي غمر اخوا بيني عليه الصلاه والسلام دي سان لرزيل يعني شت شكو كم جارش تي واب بيني يشتا اياتك شبونات وتخواروا فقد ببينيني جبرائيل بي غمر اخوا عليه الصلاه والسلام لرزيل يعني شتو ببلبو مال قرايوا او جار فرميشي زميلوني زميلوني يا دثيروني دثيروني دام بوشن دام بوشن يعني دوبارا لرز دجاني بي غمر اخوا نشت عليه الصلاه والسلام وبي غمر يان دام بوشي باشان اياتي شي هتخواروا يا ايها المدثر ايو كسي كلام على اخوتي دا بوشي وشنك او فرميشي دثيروني دثيروني دام بوشن دام بوشن بويلي زكي بنيشي تو خويا يقولي فرمي يا ايها المدثر ايو كسي كلام على اخوتي دا بوشي وقم فانذر تواو هستا يترتو انذاري خلق بك خلق بانك بو ديني خويا پروردگار خلق بانك بو اسلام او زمان وكاتانا تي برين اتر انسان بو خويا لما بو خويا دا بنيشي هستا دعوبك خلق بو توحيدي خويا پروردگار بانك قم فانذر خلق بترسي انا لا كفر لا شرك
خلق بو اسلام بانك وربك فكبر پروردگاری خود به گوره بزنه بشکومندی بزنه تعظیم و گوره بو خوای خود دابنه و تا بیرزی و حقارت و زلیلی نصیبی دار و برد و بتکان و خوادرینکانی ارزه شکومندی و گوره و عظمت لائقی پروردگار و ثیابک فطهر و تا دل و درونت پاک کروا نفست پاک کروا چونکه بدابزینی امایتش تانویج و عبادت فرض نبوبو لسر انسان هرچند ام آیات استدلالیشی پی اکری بوی که انسان کلو پلو پوشاکی پاک را بگری لبر نیوز و عبادت بلا ما بدایت زیاتر کنایه بو پاک بونوی نفس و درون هرچند بو اوش بکرده و الرجز فهجر پش لبتکان هلکن بتکان وازده بینن و خوتان بریب کن لدارو بردو بتکان و خوتان اگلائی کن و بو خواهی پروردگار ولا تمنون تستکثیر شتیگ مبخشو چاوری زیاتر بی مسلمانان کاتێک خیر یک چاکی کشکن لگل خلکا بو او خیر و چاکی لگل ناکن پیاوتی لگل ناکن دوائی بچن قادوری بگرنوا خیر و چاک و پیاوتی کانی تو لبر خاطری خواهی پروردگانا نگ لبر خاطری پاداشتی زیاده ولا تمنون تستکثیر شتیک تان بخشی بتمای زیاتر مبن پیاوتی یک تان کر بتمای ببن که برا دو قات و سی قات پیاوتی کد بداتوا بو خوابی که لپیناوی خوابی که چاوری پاداشتی انسانکان مبن او معنای که تر منت مکه بسر منت مکن کاتک دعو بان گوازی اکن منت مکن و کارو پیشی خودتان بزور مزانن و تا من نعمتی خواه فضلی خواه بتوی بخشیوا کاتک توی هدایت داو بوی دعو بان گوازی بکی ریگه خیر نشانی خلق بدهی منت مکه بسر خواه پروردگارا کارکانی خودت پی گوره نبی من وام کردو وام کردو امولاتک بشتی من رزگارم کردو یعنی ام قصو بابتا پرو پوچانا دینی خواهی پروردگار منی شو تویشو هزاران و میلیون های وکو منو تویشو من دینی خواهی پکی نکرد دینی خواهی پروردگار لعرض برقراره خواه دینی خواهی پک ناخه اینا نحن نزلنا ذکر و اینا لو لحافظون تو شکری خواب که خواهی پروردگار توی هدایت داو بتوانی خسی خیر بو خلق بکی نک مند بسر عالم ها بکی نک چاکه کانی خود بسر خلق بخلق بفروشی تا وجاری کیتر اما ولا تمنون تستکثیر شتیکت کردو بو خوابی که و لپیناوی خواهی پروردگار بی که و چاکه و پیاوتی و احسانی خود مفروشه بخلق میدو بناو چاوی خلقه اما روشتی اهل اسلام و مسلمانان نیا ولا تمنون تستکثیر ولی ربک فصبر و صبر بگره لانجامی دعو بانگوازد بولای خواهی پروردگار آرام بگره که واتا توشی ناراحتی بی توشی اشو ازار بی توشی روبه روبونو کردانو بی که توش هاتی صبر بگره آرام بگره ندوره شکست نخوی آرام بلا سرد گیندی دینی خود بله پیغمبر صلی الله علیه وسلم و گوتمان با اقراء بو بر نبی با مدثیر بو بر رسول و بلده مکه شارکی پیغمبری خواه شاری مکه پیروزه و هاجر الى المدینه لپاش سیانزه سال دعو بانگوازه تمنی پنجاو سی سالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوچی که لشاری مکه بو شاری مدینه بعثه الله بین نذارت یعنی شرکی و یدعو الى التوحید خواهی پروردگار نادی بوی که خلق بانکا بو توحید و خلق درخاته و لشرک و کفر والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر آية كان معلومة بوتمان ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد يعني في أغمار صلى الله عليه وسلم خلق إنذارك خلق ترسيني لويك شريك بقواب رياندا وخلق بانكا بوتوحيد وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد فالوردقاري خود بقو ربزانا بشكو من دي بزانا توحيد يخوا برستي بو اوا وتنيا عبادة بو اوا كري وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك كارو كذا وكان لشرك باكروا والرجز فهجر بشت لبتكان بك بتكان خاموش وفراموش بكن وخوتان بريكن لدارو بردو بتكان الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها والرجزة رجز يعني شي يعني بت هجر يعني شي يعني ترك كردنو بشتيا كردنو وزهنان والبراءة منها وأهلها خود بريبك لبتكان وخود بريبك لوانشك بتبرستن كواتا واجب الأسر مسلمان خوي بريبك لأهل كفر أهل الشرك وخوش بريبك لوانيك أهل كفر وشرك عن برستن هردوكي أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد في غمر صلى الله عليه وسلم كان صال بردوان بو لسر أما ألين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دصال بردوان بو لسر توحيد لسر إخوة پرستي لسر بان كردين خلق ولا إخوة پروردگار كواتا أما دصال غيق بردوان لسر توحيد دواي دصال وبعد العشر عرج به إلى السماء لدواي دصال بان قوازو بان كردين خلق بو توحيد أو جاء كاتك في غمر صلى الله عليه وسلم توشي نار راحتيو
خم خفتو بيزاري وإحراجي أبويا وخاي پروردگار بوي دلي پیغمبر بداتو دلي خوشكا شوروي پیکردو إسراء ومعراجي پیکرد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كواتل دواي دصل پیغمبراتي لشاري مكة إسراء ومعراج بپیغمبر كرا عليه الصلاة والسلام سي صال لدواي أول شاري مكة ما يو بوبا سيانغز صال تمني بوبا پنجاب سي صال وفرضت عليه الصلوات الخمس لبانشان قماني تيانا لشوي إسراء ومعراج نيوش جاكاني لسر فرز كلاكا بينش فرزي نيوش جاكانا وصلى في مكة ثلاث سنين سي صلى شاري مكة في غمري قوان نيوش جاكرا عليه الصلاة والسلام وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لدواء وفرماني بيك راكا كوشكا وهجرتكا وشاري مدينة شنك لشاري مكة نيأتواني ديني خوي بريكو بيكي جيب جيبكا دروش مشعاري إسلام تطبيق بكا وهركاتك إنسانش آواي ليهات كدروش مش شعاري إسلامي يعني ليه منع كرت لهر ولاتي أبوي واجبة بجيب يلي وبروي شنك ديني إخوة عزيز سر لخاك ولات اجتماع والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ودي نسال هجرة كواتا في غنبر صلى الله عليه وسلم أو شارق وشويتك شاري مكة كبيروستريني أرزل سر زوينة كدور كاتنيوج تيايا خيري صد هزار نيوجي هي يكتمن تمن كي بير بيو بمري چنن نيوجي بقدر دور كاتنيوجي مكة ام شهر گورا ام ولات خوشویستا ام ارزا پیروزا بلام کاتی که کافر نیل تو عبادتی خواب کی نیوش بو خواب کی با آزادی بانگ بدی حی علی الصلاه با آزادی خلقی نورن بو نیوش دروش می اسلام جیب جیب کی کاتی کار گیشتا اما واجب اولاتی عزیزه بجیب یالی چون که دین لولات خوشویسترا اعتقاد و بیر و باور لولات و لارز و لخاك و لاو خوشویسترا بوي بيوست انسان بجي بيلا في غمر صلى الله عليه وسلم كاتي بجي يجري كل شاري ما كو فرمي والله شاركي خوشويست الى لايمن شكو خوشويستين شاري بلاي خوي پروردگارو خو اگر قوم كو تو ان مني اندر نكر دائمن بجي من اهيشتي كواتا كاتي كار گشت سر اوا ك انسان دين داري لي بفوتي عبادتي خوي لي بفوتي شو دروش مو شعارات ديني خواجه بجي انك معلومه واجبه او شارو بلده بجي بيلا او جا هجرت بريتيلا لغتها يعني الترك يعني وازله هنان ترك كردن لشرع شاء الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كوش كردنا لولاتي الشرك وبولاتي إسلام كوش كردنا لولاتي كافر بولاتي إسلام أما بريتيا لشي هجرت كواتا هجرت لولاتي مسلمان ناكري بو أوروبا وأمريكا وكوي كأمرو هندي خلق بناوي دينا وبانغا شي بوكن كهاني خلق دن لولاتي مسلمان بيكوش كابو أوروبا وباوشي غاورو جولكا نا پیچوانت یا گیشتون کوچ کردن لولاتی کافران با ولاتی اسلام و ولاتی کافران و ولاتی اسلام ایش بولی اک جی آکریتا و هر ولاتی اک دروش من شعاری اسلامی تیاجی بجی کرا و ولاتی اسلام هر ولاتی اکش دروش من شعاری اسلامی تیاجی بجی نکرا و ولاتی کافران بز معنی وانی لولاتی کافران هر کی تیاجی یعنی گشتی کافرا و لولاتی مسلمانانش هر کی تیاجی همی هر مسلمان لولاتی مسلمانانش خلقی کمینی کافر هر هن لولاتی کافرانش خلقی کمینی مسلمان هر وجود یانه کواتا و شی دار الکفر یا دار الاسلام ما نیوانی هر چی تیا کافر هر چی تیا مسلمانه بو و تانایا پیوسته فراوانتر لوتی بگین لپاشان کوچ کردنیش لولاتی کافرانه با ولاتی اسلام نگ لولاتی اسلام با ولاتی کافران دین سر تفاصیل و دکاری الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كوش كردن لولاتي كافران ومشركة كانوا واجب لسر أم أمتا كوش كان بولاتي مسلمانان وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وهروها أم كوش كردنو جهادو تيكوشان لبيناوي خواي پروردگارو بجهشني ولاتي كافران واجب لسر مسلمانان حتى وكو روجي قيامت حتى روجي قيامت أم الملاني وبربركاني لبين مسلمان وكافر نابريتو حتى روجي قيامت مسلمانان واجب لهر شارو بلاد يقبون كعبادتي خواي پروردگاري تيا نكرا ورقايا ليجيرا بجي بيالنوازي لبينا شنكا هجرت لولاتي كافران دو بشا بشي كان واجبة بشي كان بيتا مستحب وسنت اوی کواجب امیه اگر هاتو لهر ولات اگر ولات کافران انسان رگی لی گیره دروش مو عبادتی خوی جیب جیب کا نیوش و روزی خوی جیب جیب کا بانو جمعه و جماعتی خوی جیب جیب کا دروش می اسلام جیب جیب کا به حریت و به آزادی او واجب او ولات به جیب یلی و ترکی کی و امش ام آیته کل سر او هاتو تخوار و ان الذين توفاهم الملائكه او کسانی کا فرشتکانی خوی پروردگار روحیان اکیشان لکاتی مردنا ظالمي أنفسهم أو نبون كستمي على نفسي خويا كردبو لولاتي ما كدر نشوبون شنكا ما كشوني كافران وبيباوران بو
قالوا فيما كنتم إيه ولا شدستوا تاقم يقبون واتلم شارمان وكوشتان نكر بولق البيغمبر صلى الله عليه وسلم كوشتان نكر بوشاري مدينة لكاتي روح كيشانا أو مسلماناني كلمة كم ما بونوا فريشتكاني خواي بردقار آوايان بيوتن ايوه بو كوشتان نكر بو ولاتي كفر دان بجين يارش بو شينشن بولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قالوا كنا مستضعفين في الأرض وتيان والله إيه ما قومك لاوازوا بيد صلاة وهجار وداماو بوين نمان أتواني كوتشو هجرات بكين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ديسان فريشتكان والله ميان أدنو بيان ألين آية زوي خواي بروردقار فراوان نيا واتل مكراكن بو مدينة ولو عبادتي خواب كانوا لجير ظلم وزور وخرابي أمانا دور كونوا كر يقي عبادت وبنداتي خواناسي تان ليقرن ونالن يشكن نالن روجو بقرن نالن دروش مش شعار إسلام جيب جيبكن أي بو جيتان نهيش خو خواي پروردگار زوی فراوانی هيا زوی کان زورترن او مکه به جبل بچو بو شهر مدینه بو واتان نکر او جا پروردگار هرشان لیکا و فرمی فاولائک مأواهم جهنم وساءت مصيرا شونی امانه دوزخه سیرک شونی امانه دوزخه و خرابتین شونی شون و خرابتین شون مکانش دوزخه وساءت مصيرا و خرابتین شونه معنى واني أمانة كافر بونو لإسلام شونا دروا بس معنى أويا أجر إنسان لولاتي كافر دابنين شيئا لناو قناهي قوري معناي اوه انسان لولاتي كافران دابريشي لولاتي كافران بمعنى توا ودروش مش عاري ديني خوي جي بجي نكا ونتواني او الين لغناهي غورا اجي مستحق دوزخ قاعده كان عكس ذكري تو باشا اوايا قاعدك لولاتي كافر دانيشي تو لغناهي تو لنا وخرابي نق مسلمان لولاتي اسلام دانيشتوا تو بام مسلمان لولاتي اسلام دانيشتوا ام تو مدباركي بويكا لناو خرابه ولناو گناه ولناو توانه اتلیتو بلام تو باشد کردو کچویت ناو امیزی گاو رجو لکو لباوشی اوانا خوتی گرتو تو نا تو خرابت کردو تو ولاتی خوتت بجهشتو تو اهل اسلام تر کردو تو واجبت توبب که ولای خواب گریتو بیتو ناو ولاتی اسلام ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وتمنوا بالقيل سر وكا كوش كردن بولاتي كافران حرامة تاوانا قناها ما دام بومرجة إنسان نتواني شعار ودروش مي خوي جيب جيبك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان خوي بروردقا زور برحمة إلا مقر جن منال بيرا بيا وبكا وتا كسيكا ناتواني الريدركا وبروا ولاد بجيبي الله الرقنا دوزيتا وشارزانيا بارو سامانيني بروا بيدرچي إلى آخره عزريكي هي فاساوكي شرعيه ناتواني بي أو خوي بروردقا ليانا بوري عقوبان نادا شكون نتوان كارن لا وازن ضعيفا هجارا جنن منالا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا واتهج ريقيك يعني ناتوان دربتن وناتوان بقى نوراتي مسلمانا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم خواهي بردقار أهل ما نبوري خواهي بردقار أهل ما نبوري وكان الله عفوا غفورا وخواهي بردقار ليبردو خاون رحمة مهرباني زور وخاون ليبردنا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أي بندكانم أي أوانيك إيمانتان هي ناوة واتا زوي من فراوانا بچن لو زويانا عبادتي خوابكن كريقتان لنا جيري كواتا لهرشون اقرقت لي جيري واجب جيبي علي لهرشون قد غيان لي كردي كدرشمو شعاري ديني خواجي بجينكي واجب أو أرزوخاك ولاتون اجتماعنا بجيبي علي فإياي فاعبدون واتبشن بوشن عنك أتوان عبادتي خواب كان بريكو بيكيو ببيري ليقرتن قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان سبب دابزيني أم آيتا بو مسلمان نبك لشاري مكب وهجرتي أنك خواهي قربنا إيمان بانيانك والدليل على الهجرة من السنة بل قال سد هجرة لسنة بيغمرة صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام كوش كردن وهجرة لولاتي كافران بولاتي إسلام كوتاينايا حتى وكو توبة كوتاينية واتا حتى وكو شون إنسان كاتك خور لباتي للروج هلاته وهلبي للروج آوا وهلهات اتراو كاتا شي نامينيه أو كاتا توبة نامينيه طاو توبة درقاي توبة داخلي ديو كاتا هجرة جنامينيه حتى وكو أو زمانة حتى روج قيامة يعني هجرة رمينيه ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وتوبشك وتعينا يهتاك خور لخور حا
بحق بزانه يا دين يان بولاتي جبت فرسي وثني وكو بوزا فرستا كانت ديني اوان بحق بزانه او اندا ديني او اندا علم معرفتي باسلام هبي وشارزابي شبهه وجماني اوان تاثيري لنا كان اما خالي كم كواتب انسانك بعلمي تواوي بتوحيد وبعقيده براستيتي اسلام واركان كان ايمان واركان كان اسلام هبه كخوي بباريز يلا شبهه وجماني كافران وبباوران لقاو رجولكو بالبرستكان اويك او خاليكم خالي دوهم ابي التدين وخواناسين وتقواي كي واي تيابي كمنع بك لوي نكوي تشون شهوه بازي وبدبختي وبدخلاقي وبدروشتي شوك لو لا تانا شهوه بازي وزينا وداوين بي سي وليواط وخرافكاري او اشتيك ك ببلاشا كواتا هر كس اگر بيتو ديني نبي دين ني پاريزه لما ويكي كما او خويل دست داو ابيتا عبدي ارزو هوا وشهوت وبدبخت مال ويران بيو وبدي ببدبختي قريتو بولاتي خوي اگر بقريتو كواتا او اش خالي دوهما او انساني ك متماني بخوينيا تقواي بقودنيا دين داريكي بقودنيا خوي رانا اگري لسلا لبرانبري للافاوي شهوته وغناه تاوان وخرافكاري الين واجب لولاتي خوي دانشونات بيبشي بولاتانا اگر بسفري كشبه اگر بسفري كشبه بشي وبقرتو بوينيا بروا شنك الدين داري خوتت بينا باريزي لمالي خوت دانشة لولاتي خوت دانشة او دوام خالصي هم كاتك سفري اكابو ولاتي كافران ابي محتاجي او سفر به يعني بو هوا وارزو نتشي بو سفرو سفرو غشتو غزار نتشي حرام بو غشتو غزار بشي بولاتي كافران وبباوران إلا مقر غرض يكبي لم غرضاني كوتمان ما بس يكبي لمانا يكم كابرانا خوشة لولاتي خوي لولاتي مسلمان أو علاجة دزناك دروس تبش علاجي خوي باب قريتو بلان بشرط دوم يكم دوم لبيرنك ديني هبي خوي لشبه باريزي علمي هبي خوي لشبه باريزي دين وتقوى هبي خوي لشبه شهوات وارزو بازي باريزي كواتا وتمان دروس تبش بو علاج باش هروها تجارة بازرقاني كابرانا چه بونو من لولاتاني كا باس من كدن بازرقانا شتو مكه هيني كلوبله هيني شمكه هيني بولاتي مسلمانان تاجير بازرگانا مانگ يك دو مانگ سي مانگ مينيه تو بو كلوبلو پوشاك و بابتانا يعني هر جور كالا يك هيني الين ديسان اوش سبب يك بوي كدروز بيه بچي بلان بمرجي يك مدو من لبير نچي و هر وها علم مثلا علمي كي دنياي بس علمي شرعي نچكو علمي شرعي لولاتي مسلمانان قلايوان مثلا علمي طبابة دكتوري هندسة او علماني كلولاتي مسلمانان ممكن هنديك جار ضعيف لا اوان بقوة تربية الو حالتا كسيك بو انبابتانا بچي علم بخويني و بقريتوا بلان بمرجي يكمو دوم ديسان علم ودين وتقواي هبيك اخوي لشبه وشهوات يعني بباريزي ريقي بيادريا بچي و بقريتوا علمك بخويني اما اگر كسي بو سفر چي اما اگر كسي بچي بنيتي اقامة لو يدا بنيشي وببيت مواطن وهاون اجتماعي ولاتي كافران وبيباوران اما بابتك لما زياتر هلقري وابيان موضوعي كتيرا أهل العلم دي سانا فرمون بو أمشيان أمجاري وقتمان رويشتن بو دانشتن أولاتي كافران أبيتا دوبا شو أقر بيتو دروش مشعاري إسلام لويجي بجي نكرا والريقي دين داري خواناسي لمسلمانان بجيري وهر روجيك ببيانويك عزيتو آزاري مسلمانان بدن أو كاتا حرام مسلمانان ليو دابنش لبرو إنسان بيوستا وشيار ببراسي نكي وتجير كاري قري كافران وبباوران كواتا او انساني كا ايبي لي ودا بنيشي ابي دين وبيرو باورتي واعتي بقوتي هبه تقواي كي زوري هبه خويل شري شهوات بباريز علم وزانياري كي واي هبه خويل شري شبهات يعني بباريز نشيت او متاثر بيا بديني غاوركان يا جولك كان يا بتبرستكان يا شيعي كان بفلسفه وافكاري اوان وقوم راوس للشواوبي وبصر شوري بقريت ولاتي اسلام ومسلمانان كواتا او ايش ديسان حلامه ودروسنيه وهروها دانشتنو روشون لو شوناني كا باس ماكر كولاتي كافرانا او خالي كما كوت ما بي دينو تقواي شي اوايه بي خالي كتر اوايه كا بتواني باشكرا ديني خوي اظهار كا جمعة جماعات نويش تقوى طاعت كسر يقي لي نقري لقل اواكا ام بابتانا من باس كرت انسان واجب لسري كا دين و ايماني هبه لشري شبهات و شهوات بي پارزي اظهاري ديني خوي بكا وشرطي دوهما كسر يقي دين داري خواناسي لي نقري بعام وبقشتي ولا پاشان وشياري او بيكا ام انسانا نكه وتجير كاريگري كافران وبباوران دوستايتي وخوشويستي ومحبت بو كافران وبباوران در نبره وواي لي نيا وكو ام فكري كيسا دا هاتوا كالي نابي دين ليك من جاب كاتو او غاورا وجولك او مسلمانه كي مشكله يعني هر كسي بديني خوي عيسى بديني خوي موسى بديني خوي
همو من وکو یک واین همو من انسانین همو من لواش شریکین آدمی زادین اتر برق من لیک بی بو یک نحوینین و بو خوشویستی من بو یک تر نبی یعنی تیه کل کردنی ام قضیانه خطری که زور گوره یعنی او آزاده هر رئیو بوچونه کی هیا آزاده هر جولت لبیر کردن وکانی لرخنه گرتن کانی لبوچونه کانی ها؟ ام جوره فلسفه و ام جوره تیه گیشتن و ثقافت غربیه که استاته بالی که شاوه نک بسر مسلمانانی غربه اولیه گره بسر مسلمانانی ولات اسلامی شا خلکانگ لولات ایما متأثیر بون بن فکره اوان که فکره کی فلسفی فکره کی اوروپی بسر مسلمانان ازال بولی همومان انسانین و میانوک یگوین و ایتر لپای چی ایما رقمان لکافران و بباوران به و خوشمان نون ایما الین مسألي خوش ويستيو ولا وبراء موضوعك ومسألي ظلم لينا كردن وعدالة نواندن بران بريان أو بابتانا موضوع كتير بان لما انت يكلاو نبي يما واجب لسر من عادل بين بران بريان ظلم لينا كين استمع لينا كين خوينا نرجين مال يان نخوين دزيان لينا كين أما بابتي كتير أما ولا ومحبة خوش ويستي ناو ضل حرام بوين شوك كافرن مش ياربي ولا وخوش ويستي ناو ضل حرام بوين شنك أوان كافرن من أحب قوما فهو منهم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي هركز قومي كي خوش بيه لقال أوانا وك أوانا كواتا نابي دوستاياتي خوش ويستيكا كاريغري لسر من دروسكا أو دوستاياتي خوش ويستي آوائي لبيعي لدل وخوش معن بون با كافريش بن هركز يك آزاد با كيفي خوي لويك هر جورة بير كدنويكي هر جورة رأيكي هر جورة شتيكي هي حرية الرأي حرية التعبير علينا حرية الرأي وحرية التعبير لا مسلمانانا لتشوارشوي إسلام اسلام او چوارچوی کدانا و کتو مسلمانی و بیرکردن و کانت او یک جیگی خلافه جیگی نزاع ل اهل اسلام ل لان مسلمانان و ل لان اهل علم و اوشتی کترا اما آزاد بی بو خود دینی کافران هلب جیری مسلمان بی بیت کافر مسلمان بی بیت جولکا بی بیت نازانم هر دینی کتر اما رگی پنادری و ما کاری کی غلطه و اما به شواز یک ل اسلام پاساوی کینیا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء مسلمانا نكن قارجوا لكب كن بدوستو خوشويستي خوتان سيركن أوان دوستو خوشويستي يكترن بعضهم أولياء بعض واتا إيوا قد نابن دوستو خوشويستي أوان إيوا نكن دوستاتي لقل أوان قريبدن محبة ولا شتي وانكن شنك أوان دوستي يكترن أوان يكتر سرخن برام برام مسلمانان كاتيكا ليك جيان قاورن جولا كان هذا ديني كان هي ليك جيان برام كاتي روبروي مسلمان بونا ويكن لبروا بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم هركس يقل ايوا ولا بو اوان درب بري خوش يشتي دوستاتي وهاوسوز بي لقليان فانه منهم لوانا ان الله لا يهدي القوم الظالمين خاي برغال هداتي قوم استمكار نادا ام جاوا قلت مع المسلمانان امروا مسلمانان كوتون تجير تاثير كاريغري غرب وإليها توك بداخوا بانقشة بوك لك مسلمانان وداعي وبانخوازة كان قشتي ولاتي مسلمان بجي بيلان شنك لولاتي مسلمانانا بربوا لخرافة ولظلم وزور واستمونا عدالتي بلا مولاتي كافران دار الأمانة برا لعدل برا لإجماع في مروف برا لهمو خوشي كان هذي خلق براكة بجي بوي كاتي قولاتي كافران همو من أو أزانين أو ما في مروف وديمقراطية تشتاني كإستا بيروية كان او لم سردما بل اما دروش مو شعارك بل ام خو معلومي شك شلون بربونه تولاتي مسلمانانو كخاك اوي ولاتي مسلمانان يعني نوت غاز وغازي ولاتي مسلمانان يعني بجورها فرتوفيل بو خوان خور كردو ابن ولاتي مسلمانان بر كردو ولا شر وفوزا وفساد اما همي فوزا وفساد اواني ولاتي مسلمانان قرتوا اما همي خرابه وظلم اواني دنياي بر كردو دنياي كاول كردو اما اواني لا فاوي خوين يعني لم ولاتانا هلقي ساندوا شري بين غرب وشرق ولولاتي اماكري ام خلق بو بيرناكاته ولا خوي بوچي ام ليمان تيكشو اوان بفرياد رز بزانين ورشو روج وليل نهار ايشمان ببيتا ناشرين كردن وقصة كردن لسر ملاتي مسلمانان لسر بقيمة كردني ولاتي مسلمانان وببايقدان وبقورسي كردني ولاتي كافران وبباوران اما اقلدنا قراوتو اما هل قرانوي ميزان وبيوركان نية للاي هندي خلق ومان لمني اما بريتيا لهل قرانوي بيوركان اينا اصل وايه مدح وسنا وصي ولاتي اهل الاسلام بكري وخلق برولاتي مسلمانان هان بدري وتو كسيكي كاراو فعال وشالاق بي بو اصلاح بو شاك سازي لولاتي مسلمانان نك ببيته هو كاري فوتان دنو بهدرا بردني ساماني قوري ولاتي اسلام كبريتي لقنجكان
همو یان راپیش کی برو اروپا و برو غرب و برو شرق همو یان لو سره ببی دینی بگرینه بولاتی مسلمانان یا همو یان به فکر کی سقطی تندروی و بگرینه بولاتی اسلام و مسلمانان کای تر کزن توانه لګل یان تعامل کا و نتوان لګل مجتمع و کومل کا بجین هر بویا او کتمان لبر اویکا کاتیک خلق لولاتی کافران دا انیشه گومان لونی کی ته جه تاثیر و کاریګریان تو خود گوری 50 سالی 60 سالی الله يكرم بياوي كي قورم تازا قابله باش مب مقاور خزانه كش ملوك وخو موايه اي باشا من على كانت كوا من على كان كلا بدا لبدايته ولا روزه ولا مكتب ولا وانا وقوراكرين لسا شي قوراكرين لسا شي پروردهاكرين هميان غسل دماغ نابن هميان لسا لو فكره پرورده ابن هميان انسان ما في مروفيا ديمقراطيته يا وهم انسان كان بيش توك يقوابن فرق بين مسلمان وكافرانيه فرق بين دين وغير دينانيه واخلاق ومسائل قيم واداب ام بابتان هر كي شي يغنيه خلق شلون بيوستي بنان او خوارنوي بيوستي بمسائل جنسي وشهوتي شا خرغان لنا غيره بره بره او جوره فكره شازه غربيه دي تناولات مسلمانان ولات مسلمانان شكاوله كان ونوي مسلمانان لسا او پرورده بي لسره وپرورده بس جوازی لبین شاکو خراب ناکا جوازی لنیوان اخلاق برزی و بد اخلاقی ناکا جوازی لنیوان کفر و اسلام ناکا جوازی للاین خوشویستی بو مسلمانان ولا بودر برین یعنو براء لکافران ناکا ایوه وگروتی خطر نیا هرچی نوی مسلمان کشتی وایلی دی هر بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لکوم لی فرموده امان ترسینه لوی کلولاتی کافر دابنیشین ام حدیثانا اما دامان نهی ناو حدیثی فلان عالم و فلان عالم نیا اما حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام خاو كشاني ام روجاره وك زماني قديمي لهاتوا كاتك دعوي توحيد وسند بلا ابوي وخلكاني كي قبوري بتبرستي خوان ناس رويا انا كرد اهل السنه وجماعه او اوانيك خلق بو توحيد بانكن بتشيبا وهابيته بقصينا ناشرين بالقاب ناشرين انا كنت بو خلق توحيد وسند ور نغري ام روج بهمان شيوا خلكاني كي ترهن با کوملک ناوی ترو ناو ناتوری تر مسلمانانی اهل سنت و جماعت اهل توحید اهل عقیده ناشین اکن بویکا فلان تاقمن فلان قومن یعنی شون کوتی فلان عالمن و تواو بما ناشرين يعني كان بويك خلق او توحيد او سنه ورنغري وبلكو رواج وقنجي بدن بولاتي كافران وخوشويتي بولاتي كافران وروكدي مسلمان بولاتي كافران وبباوران دقيو بقرب زان پیغمبر صلى الله عليه وسلم شي فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله إمام أبو داود روايتي كردوا نك كسيكيتر وقلت ما لم عصر شرخم حديث اللي قلفاني خوي در هنابه أما فرمو دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولا سنن أبو داود هاتوا پیغمبر فرمي هر كسي لقل مشرك كان دابنيشه جامع المشركين لقل يان كوبيته لقل يان دابنيشه وسكن معهم سكنابه لقل يان ببيتها ونجتمان يان ببيتها ولاتي أوان فإنه مثله وكو أوان واي فإنه مثله منك ما بس بي أويه طواو كافرة ما بس تكا أويه يعني لأخلاقي لروجتي لبير كردنوي لروالتي لما أنا وكافري ليدي يعني ستماشاكي بير كردنوكاني بوچونكاني هلسو كوتكاني وك بوچوني كافراني ليدي وك أواني ليدي برا برا هنگاو 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 بيرو باوري أوان ورقري أخلاقي أوان ورقري ثقافي أوان ورقري فلسفي أوان ورقري وكو أوان بيركاتو فإنه مثله يعني لا روالته لا كومالك بيد كردنو لو بابتان حديثة كتر من أقام مع المشركين في ديارهم فقد برئت منه الذمة إمام الطبراني وبهيق الرواياتي كدول الصحيح الجامعة هاتو إمام السيوطي لا جامع صغير ناوتي أفرمي هر كسي لقل مشركة كان دابنيشي لقل ولاتي أوان بيه لنا ولاتي أوان بيه فقد برئت منه الذمة إيه بيغمر واي فرمو عليه الصلاة والسلام نكسي إما بيه حديثة كتر أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين من بريم لهر مسلمان كدابنيشي لولاتي كافران ولا ناوراتي كافران بين أظهر المشركين يعني لنيو كافران دابنيشي لناولاتي كافران دابنيشي كافران وبيباوران مسيطر بن بسريع من بريم لو مسلمان قالوا وليما يا رسول الله وترابوا إيب يا غمر صلى الله عليه وسلم فرميشي لا تراء ناراهما نابي آقري مسلمان وكافر ليك وديار به ها جاران خلق لا خيوة ورشمال وما كان يعني أقري أنا كردوا يعني مسلمان وكافر أو أن دليك دور بن بيست أو أن دليك دور بن أجر مسلمان أقري كردوا كافر نيبيني أجر كافر أقري كردوا مسلمان نيبيني بو لبرو أخلاقي ورنقري طبيعتي ورنقري هرسو كوتي ورنقري روشتي ورنقري فلسفي ورنقري ثقافتي ورنقري لبر أوي كواتخو أجر قريمان لولاتي كافران تو
علم تبي ابو خود بتواني خود شو بپاريزي مالو خزاني خود به خود شري شهوات بپاريزي ديني كي تقوى كي واته بدي سان تينه كي خود بپاريزي اما خود پاراس جنكيش تپاراس اي بنا لكان كي پاريز اي لپاشان كي ضماني او كا خوجتو من لكان وجنكان شدناك ونجر او تاثير كاريغريا او ثقافه غربيه تاثيرتان ليناكا كس كواته قماني شيتيانية او شيكا ابن ريو او شيكا روشتا اورا بلاو كريتو او ايكا لحال وزعي او خلقان ديارا مقر كسان اخوان رحمي فيها كردبنو وهداتي دابنو ثابتي كردبن لسال الاسلام وإلا زور خلق ابو اللي وفوتاوا زور خلق ابو كديني خويلة دزداوا يان كوتو تجير كاري قري ثقافته فلسفي غرب وكوان بيركاتو وكوان الله دهوليك او تبلبو اوانا كتي اما هو كاركي تيا جيانا لقل قومي كافر لبرو مسلمانان خوشريست او كسيك اصول عقيده ابن ما كان اهل السنه جماعه نخويني وباز بدا بس الاسلام او بيو ثقافه كي عام الاسلام شهر زابي وبكيف خوي تر حكم دالس القضيه كان وكاو خلقاني كامر بناوي دين وقصا كان قوانا كدو بابان خوازو بابلين كسيك دم راستي دين بنو خليك دعو بانغوازن سنك پروردهك نبون لسر توحيد لسر عقيدة لسر سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكتب أصوليات عقيدة أهل السنة والجماعة يان يان نخوندوا يان فهم يان نكردوا يان بلان وقرنقنية سنك كوتون تسر فكري كيتر وريشكي كيتر تماشاك امروه مو بيوركان هل قراوتوا ومسلمانان يشجين يان خواردوا خلق عوام لبين اوهم وخلق شواشكارا كهركس بكيفي خوي بكيف خوي دعو بانغوازك او بهوا وارزوي خوي ببيع وي بقريته بو اصول بقريته بو قران بو سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو اجماع اهل اسلام بو اجماع اهل سنه وجماعه بلكو لجير كاري غري فكري كي ترو باور كي ترى مسلمان بوشتي كي تر بانغ كريو بانغيشت اكرين اما يشتا لناسيني بيغمر صلى الله عليه وسلم قشتنا او خاله كا بيغمر اخوا او كوتشي كربو شاري مدينه شاري مكي بجيهش دين عزيز ترى لقاك او ولات اجتماع بلام انسان پیوسته دینی خوی بپارزه و نابه دینی خوی لولاتیک بابو ولاتیک تر لبی بران تریکا بلکو پیوسته صبر بگری لولاتی مسلمانان و آرام بگری و استقرار بکا حتی او خوی پرگاد درگاهی خیری لی اکاتو لپاشان بابتی دوای او که بر دوامبونی پیغمبری خوی لشاری مدینه و تقریبا او درس و آموزگاریانه که ل ناسيني بيغمبري اسلام صلى الله عليه وسلم او انا خينا درسي دهاتو ان شاء الله تعالى ليلة راى وستين وقايبر قال لقنا كان من خوش به رحمه مهرباني بزي خويمان بسرد برجيني بلطف رحمتي خويمان لقلابك بقناه تاوان وخرابه كمكردي خويمان خمان من لقلنك وصلى الله وسلم